فاتح القدس قل للملوك تنحوا عن عروشكم فقد اتى اخذ الدنيا ومعطيها, آخذ الدنيا ومعطيها. هذا الذي اخذ الدنيا بسيف الظفر ثم جاد بها بيد الكرم هذا الذي روع اوربه مرتين مره حين قهر جيوشها بسيفه ومره حين شدها نفوسها بنبله هذا الذي كان النموذج الأتم للقائد المنصور وكان المثل الأعلى للحاكم المسلم وكان الصوره الكامله للفارس النبيل والمسلم الصادق وكان المحرر الأعظم حرر هذه البلاد الشام وفلسطين من استعمار الأوروبيين بعدما استمر نحوا من مئة سنة هذا الذي انتزع من أصدقائه ومن أعدائه أعظم الإعجاب وأصدق الحب وترك في تواريخ الشرق والغرب أكبر الأمجاد وأعطر السجايا وكان اسمه من أضخم الأسماء التي رنت في سمع الزمان ودوت في أرجاء التاريخ وخلدت على وجه الدهر انه صلاح الدين الايوبي سقطت على اقدامه الدول ووقفت على اعتابه الملوك ودانت له الرقاب وانقادت اليه الخزائن ومات ولم يخلف الا سبعه واربعين درهما ودينارا ذهبيا واحدا ولم يترك دارا ولا عقارا فجهز وأخرجت جنازته كما يقسم القاضي بن شداد بالدين لقد قرأنا سيرة صلاح الدين مرارا قرأنا في سيرته وحروبه آلاف الصفحات فكان من أعجب ما وجدنا أن ينبغ هذا الرجل العظيم جدا في ذلك الزمان الفاسد جدا وأن يتغلب على العدو القوي جدا كان المسلمون قبل نور الدين وصلاح الدين على شر حال من الانقسام على حال لا يمكن ان يصل الى توهمها وهم واحد منا مهما بالغ في تصور الشر كان في هذه البقعه الضيقه من الوطن الاسلامي من الدول بمقدار ما كان فيها من البلدان ففي كل بلده دوله مسلمه في دمشق دوله وفي شيزر دوله وفي حماه دوله وفي بعلبك دوله كلها دول كان في كل دوله ملك او امير لهم اسماء عجيبه وسير اعجب وكان اقصى مدى لصلاح الدين ونور الدين من قبله ان يكون كواحد من هؤلاء الامراء وان هو نبغ كان اكبرهم فكيف ظهر هذان البطلان الخالدان في مثل ذلك الزمان. وكانت قد داهمت الشام قبل صلاح الدين حملتان صليبيتان، جاءتا كموج البحر لهما اول وليس لهما اخر، ساقهما الطامعون في هذه البلاد باسم الغيرة على النصرانية، وانقاذ ارض المسيح من ايدي الوحوش الضواري ذوات الانياب والمخالب المسلمين. وكانت لهم دول دول لا دوله واحده فلهم في القدس مملكه وفي انطاكيه اماره وفي طرابلس وفي الرها حكومه. دول وامارات طالت جذورها وبسقت فروعها وعششت بومها وباضت وفرخت وحسب أهلها وحسب المسلمون أنها امتلكت الشام إلى الأبد فكيف استطاع صلاح الدين أن يصنع من ضعف المسلمين قوة ومن انقسامهم وحدة حتى واجه بهم أوروبة كلها وأزال ما أمكن من بقايا الحملتين الماضيتين ورد الحملة الثالثة الهائلة التي رمته بها أوروبا أتدرون كيف؟ إنه ما رد العدو بعدد المسلمين ولا بعددهم، ولكن بالسلاح الوحيد الذي لا ينفع في هذا المقام غيره سلاح الإيمان. غير ما كان بنفسه من الفساد فغير الله على يديه ما كان في قومه من الضعف والتخاذل. كان يلهو ويعطي نفسه هواها فتاب وأناب. لم يفسد بالإمارة كما يفسد بها كل صالح. بل صلح بها بعد ان كان هو الفاسد ورجع الى الله فارجع الله اليه النصر استمد اخلاقه وسيرته من ارث محمد صلى الله عليه وسلم في التقوى والصلاح فاعطاه الله ارث محمد في الغلبه والظفر تمسك بالدين واقام دولته على اساس من الاسلام متين فاستطاع بهذه الدولة المتفرقة الجاهلة الهزيلة وهؤلاء الأمراء المنكرين ذوي الأسماء العجيبة أن يحارب أوروبة كلها أوروبة الحانقة الحاقدة المتعصبة التي اجتمع ملوكها جميعا على حرب فلسطين صحح عقيدته أولا وسأل القطب النيسابوري فالف له عقيده عكف عليها وصار يلقنها ابناءه وقرب اهل العلم والدين فكان مستشاريه وخاصته اعلام العصر القاضي الفاضل والقاضي ابن الزكي والقاضي ابن شداد وكان كلما نزل بلدا دعا علماءه ومن كان لا ياتي منهم ابواب السلاطين اخذ اولاده وذهب اليه كما ذهب الى الحافظ الاصبهاني في الاسكندريه وكان يحرص على صلاه الجماعه ولا يترك الصلاه قط الا في الايام الثلاثه التي غاب فيها قبل موته وكان يصوم حتى في ايام المعارك وكان مكثرا سماع القران يبكي من خشيه الله عند سماعه ويواظب على مجالس العلم والحديث حتى في ليالي القتال لم يترك صلاه الليل الا نادرا يلجا الى الله كلما دهمته الشدائد وضاقت عليه المسالك فيجد الفرج والنجاه لانها ان سدت ابواب الارض احيانا فان باب السماء لا يسد ابدا وكان يقيم الحق لا يبالي ولا يحابي احدا أخذ مرة ابن أخيه تقي الدين وأعز الناس عليه بشكوى عامي من دمشق اسمه ابن زهير ونكل به، أما كرمه وهوان الدنيا عليه فأمر لا تتسع له الأحاديث، وكان اعتماده على الله، ما استكثر قط عدوا ولا خافه ولا فقد أعصابه قط في هزيمة ولا ظفر. وكان متواضعا يطا الناس تراحته عند ازدحامهم للشكوى ويردون عليه ويضايقونه في اوقات راحته ما غضب لنفسه قط لكنه اذا غضب فغضبه لله لم يجرؤ احد ان يرفع النظر الى وجهه وصار كالاسد الكاسر لا يقف امامه شيء وكان محتسبا صابرا ولما جاءه نعي ولده اسماعيل قرا الكتاب ودمعت عيناه ولم يقل شيئا ولم يعرف الناس الا بعد ولما جاءه نعي ابن اخيه تقي الدين ابعد الناس عن خيمته وجعل يبكي بكاء شديدا والقضاه معه يبكون لبكائه ولا يعرفون السبب فقال لهم والعبره تخنقه مات تقي الدين ثم رجع الى نفسه فاستغفر الله وغسل عينيه بماء الورد وكتم الخبر كي لا يبلغ العدو فيقوى او الجيش فيضعف وكان حسن العشره طيب الاخلاق حافظا للاخبار والنوادر وكان معتلا بدمامل ما تفارق نصفه الادنى وكان مع ذلك يركب الخيل ويصبر على الالم ويخوض المعارك وأي معارك إننا لا نكاد نعرف في كل ما جاء في كتب التاريخ جيشا خاض من المعارك أكثر مما خاضه جيش صلاح الدين لقد ضرب كل رقم قياسي إلى ذلك العصر خاض أربعا وسبعين معركة في مدة ولايته على الشام في أقل من تسع عشرة سنة حارب هؤلاء الأمراء أمراء الموصل وأمراء حلب وحماه وحارب الحشاشين القتالين ومن اشتهارهم بالقتل اشتق اسم أساسان في الفرنسية للقاتل ولا تقول كيف حارب أمراء الإسلام فإن الذي يريد أن يبني له دارا لا بد أن يزيل الأنقاض والخرائب فهو يهدم بيته البالي ليبني بيتا جديدا وكذلك فعل صلاح الدين ثم ابتدات سلسله المعارك الهائله حروب ما عرفت مثلها ارض فلسطين وديار الشام الى ذلك العصر حروب لا تقاس بها القادسيه ولا اليرموك حروب جرب فيها كل سلاح السيف والرمح والدبابات والمجانيق والشجاعه والكيد والذكاء والاختراع والمروءه والشهامه وكان صلاح الدين ظافرا فيها جميعا حروب استعملت فيها المنجنيقات التي تقذف الصخور الهائله كالمدافع الثقيله اليوم والسهام المتلاحقه كالرشاشات يمهد للمعركة بالاف القذائف وبالضرب الذي يستمر يومين وثلاثة، واستعملت الاكباش وهي عربات ضخمة مصفحة لها رأس ثقيل ينقب الاسوار، والدبابات، نعم الدبابات وهذا هو اسمها القديم، وكانوا يفتنون فيها حتى اخترع الافرنج في حصار عكا دبابه ثقيله صنعوا منها ثلاثا في كل منها اربع طبقات فجاءت اعلى من السور وحصنوها بالحديد والجلود المسقاه بمواد يعرفونها تمنع الحريق ولم تؤثر فيها قذائف المسلمين ولا النار اليونانيه التي كانوا يلقونها وجزع المسلمون وخافوا فقال لهم صانع من دمشق اسمه ابن شيخ النحاسين انا اصنع لكم نارا تحرقها فاستصغروه فلما الح اجابوه فاستمهل يومين ثم صنع اشياء خلطها ووضعها في قدور ثلاث والقاها فانفجرت كالقنابل بمثل دوي الرعد واحرقت الدبابات وكبر المسلمون وكان يوما عظيما ولما عرضوا عليه الجوائز اباها وقال والله ما عملته الا لله وجاء العدو مره بكبش مصفح عظيم فاحرقه المسلمون ثم خافوا ان ينسحب فرفعوه وهو يشتعل بالالات حتى قارب السور فصبوا عليه خراطيم الماء واخذوه والفرنج ينظرون مشدوهين فوجدوا فيه أربعمائة وخمسة وعشرين رطلا من الحديد كما استعملوا الحيلة فلما ضاقت الميرة على عكا أثناء الحصار وفشلت كل محاولة لإمدادها بالأغذية تطوع جماعة من المسلمين فحلقوا لحاهم ولبسوا لباس الإفرنج وحملوا معهم الخنازير وتكلموا الفرنسية وركبوا بطشة أي زورقا ضخما ودخلوا بحيله من اعجب حيل الحروب ومن هذه الحيل ان صلاح الدين كان يعرف القاعده العسكريه وهي ان الجيش ليس المرابط في الجبهه ولكن الشعب كله جيش لذلك كان يستغل كل قواه للحرب حتى اللصوصيه جمع اللصوص ليتخلص من شرهم لكنه لم يحبسهم بل استخدمهم في صنعتهم فكانوا يسرقون له الامراء والجنود من فرشهم بطرق عجيبه رواها ابن شداد وطالما انتزع امراء من تحت لحفهم والخناجر على اعناقهم والمخدر في اجسامهم فلم يروا انفسهم الا امام صلاح الدين ويوم حطين اتبع صلاح الدين تكتيكا حربيا عجيبا حين اجبر الافرنج على ملاقاته في المكان الذي تخيره هو وتحصن فيه ويوم نجح في استرداد القدس اتى من النبل والكرم والمروءه ما لم يفرغ بعد مؤرخ الافرنج من الكلام فيه وتقديره استرد القدس بعدما ملكها الافرنج احدى وتسعين سنه أفنشك نحن في استردادها اليوم وقد ملكها اليهود سنوات استردها وحولها يحامي ويدافع عنها دول أوروبا كلها وملوكها أفلا نستردها اليوم وحولها حفنة من شذاذ الآفاق لقد كانت للصليبيين دول استمرت أكثر من مئة سنة فأين تلك الدول؟ إن الأمة التي أخرجت صلاح الدين وهي أسوأ من حالنا اليوم حالا وأشد انقساما وأكثر عيوبا لا تعجز بإذن الله أن تخرج اليوم مثل صلاح الدين وإذا عجزنا نحن عن أن نعود إلى مثل سيرة صلاح الدين ليكتب لنا مثل نصر حطين فسيخرج بإذن الله تعالى من أصلابنا من هم انقى منا واطهر فيستردون الارض ويطهرون العرض ويرفعون لله في كل ميدان رايه وانا لنرجو الله حتى كاننا نرى بجميل الظن ما الله صانع